على بركة الله شوط جديد. نطلب من الإخوة إتاحة المجال لسيارة الإذاعة. الرجاء من الإخوة إتاحة المجال للمركز الأول والصدارة. نذهب معكم لنرافق هذا الشوط وأحداثه المقدمة مع حامل الرقم 36 وهو غير مسجل في الكشف. نطلب من مالكه. إذن من الجانب الأيمن نطلب من مالكه إفادتنا باسمه. المركز الأول تسلل جديد من قبل القليت للسيد فاران بن عتيق بن قريع المري حامل الرقم 19، وهذا يبدو أنه مو هو بشعر فاران. على العموم مسجل بهذا الاسم، أذيع بهذا الاسم. المركز الثاني هذا اللي ما تعرفنا عليه. على المركز الثاني نطلب من مالكه إذا كان قريب من السيارة أنه يعطينا اسمه صاحب المركز الثاني. إذن المركز الثالث شعار علي بن بخيت بن عويضة مع الزعيم حامل الرقم 17. إذن الزعيم علي بن سالم بن سنيد الدعية بشعار بن عويضة. المركز الثاني مشاهدينا الكرام حامل الرقم 9 المتحد للسيد محمد بن صالح آل سعد، يمكنه من سلالة المتحد أيضا المملوك لبن ضعيف، ولكن تسلل من شعار الهادري جبر بن عبد الله بن جبر الهادري مسجل، إذا غير مسجل في الكشف لكن الشعار معروف يا الهادري، معروف شعارك يا مالك هذا القعود، وبنسميه سميه الفاتن ليه ما نسميه الفاتن. على المركز الأول للسيد جابر بن عبد الله بن جابر الهادري شعار بلشة، شعار الأسماء الكبيرة جدا في هذا المجال. المركز الثاني حامل الرقم 9 وهو المتحد محمد بن صالح آل سعد على المركز الثاني. وصول من المركز الثالث وهو الشارد للسيد محمد بن دايل النعيمي على المركز الثالث. هذا مالك الدولي، هذا شعار الدولي مشاهدينا الكرام، لكن جبر بن عبد الله بن جبر الهادري ينتصر في هذا اليوم وفي هذا الشوط. ألف 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 مبروك يا بن جبر، لا تزال الخطورة واضحة، خطورة، ولكن الفوز بالفعل. يا سلام، تسلل هذا القعود حامل الرقم أحلى. إذن صاحبة المركز الأول 32 لا 31 العنود للسيد سعيد بن راشد بن الأسود أي 31. وإذا شواهين للسيد حمد بن مبارك الخيارين. اسمح لنا يا الخيارين، الربع ما نبهوني فاصله اليوم. من مالك شواهين حمد بن مبارك الخيارين، واسمح لنا الأخطاء واردة. والمركز الثاني أيضا المتأهلة